مؤشرات إيجابية حول خلاص العالم من وباء فيروس كورونا وتداعياته السلبية التي أثرت على العالم لأكثر من سنتين، حيث كشفت منظمة الصحة العالمية أن المرحلة الحادة من وباء كورونا، خاصة فيما يتعلق بنسبة المضاعفات الخطيرة والوفيات الناجمة عن الفيروس، يمكن أن تنتهي خلال العام الجاري 2022. المنظمة عادت واستبعدت اختفاء الفيروس بشكل كلي، مرجحة أن يستقر نمط انتقال العدوى بمستوى منخفض، خاصة ما بين غير الملقحين. وحول متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون، أكدت الصحة العالمية على ضرورة توخي الحذر خلال الفترة الحالية. وأرجع الدكتور مايك راين المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ هذا الأمر لعدم حسم ما إذا كان متحور أوميكرون سيكون أقل حدة في الأعراض أو أكثر انتشارا في العدوى، مطالبا العالم بالتحلي بالصبر وانتظار النتائج النهائية حول فعالية اللقاحات ضد متحور أوميكرون والتدابير التي يجب أن تتخذ للحد من انتشاره. ومن جنيف إلى كيب تاون، هناك أكد معهد أفريقيا لأبحاث الصحة أن الأشخاص الذين أصيبوا بمتحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون اكتسبوا مناعة ضد كافة متحورات الفيروس ومن ضمنها متحور دلتا. وأضاف الباحث في معهد أليكس سيجل في إحدى دراساته أن الأشخاص الذين أصيبوا بمتحور أوميكرون ظهرت عليهم أعراض مرض خفيفة مقارنة بمن أصيبوا بمتحور دلتا. وبالرغم من هذه الإيجابيات حول المتحور الجديد، إلا أن الدراسات تشير إلى قدرة أوميكرون على تفادي الأجسام المضادة من اللقاحات والمتحورات السابقة.